أريجا، جهود مكثفة وخطط ومقترحات كثير منها أصبح أرض الواقع. اقترب الموعد لافتتاح الحدث الاقتصادي والثقافي والمجتمعي الأبرز لها العام، هو انطلاق الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي الذي يمتد بين تاريخ 6 ولغاية 15 من شهر أيلول المقبل. عام عن آخر عم تميز المعرض بعدد المشاركات الدولية والأجواء السورية اللي عم تعكس ثقافة وحضارة عمرها آلاف السنوات. وأكيد هالعام رح يكون المعرض له نكهة خاصة هي طعم الانتصار وإرادة السوريين للاستمرار بالحياة. وللحديث أكثر عن التحضيرات اليوم بيسعدنا أن نرحب بالأستاذ محمد نذير الحفار من اتحاد غرف التجارة السورية. يسعد صباحك أستاذ محمد. يسعد يا هلا صباحكم. فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا صباحكم. فيك. يعني عم نحكي عن هالسنة المميزة بانتصارات الجيش العربي السوري، ومثل ما حكينا تحت الهواء مليئة بالنشاطات والمهرجانات اللي عم تعم المحافظات السورية. فخلينا نحكي هالدورة 60 من معرض دمشق الدولي، التحضيرات شو راح يكون مميز فيها؟ بداية معرض دمشق الدولي هو رسالة بدورته الستين هذا العام. سوريا بصناعة المعارض، 60 عام بمعرض دمشق الدولي، فهذا رسالة للعالم أنه نحن كسوريين تاريخ بصناعة المعارض. هي العام هذا رح يكون كالعام الماضي، بدأنا بالشراكة ما بين القطاع العام والخاص لتنظيم معرض دمشق الدولي والعمل على إنجاح الدورات اللي قامت بعد الحرب وانقطاع مدة 5 سنوات. رح يكون ما بين الاتحادات، اتحاد غرف التجارة السورية والصناعة والمصدرين، شراكة بعملية تنظيم القطاعات المشاركين فيها، النسيجية، الغذائية، الكيميائية والهندسية. وهي السنة رح يكون المشاركات الخارجية هي أكثر من السنين الماضية، لأنه نحن كل عام عم يكون عدد المشاركين أكثر، ودوليا أو حتى شركات، وهن دائما كل ما ازداد العدد هو بيكون عم اللي عم يآمن بنصر سوريا عام بعد عام. بالتأكيد. فنحن هذا العام تقريبا حوالي 18 دولة مشاركة رسمية، تجاوزنا 40 دولة تقريبا عبر الشركات مشاركة، والوكالات موجودات بسوريا. 80 ألف متر مربع الحجوزات تقريبا تجاوزت. المشاركات الدولية اللي حتى اللي كانت مشاركة بالدورة 59 العام الماضي تنافست بالمساحات، يعني الكل أخذ مساحات أكبر. إن شاء الله هتكون دورة متألقة بإذن الله. إن شاء الله نحن رح نتابع مع حضرتك تقرير عن الاستعدادات والتحضيرات لمعرض دمشق الدولي ونرجع نكفي حديثنا. إن شاء الله. تستعد دمشق لاستقبال الحدث الاقتصادي الأبرز خلال العام، فالتحضيرات مكثفة وورشات العمل تشهدها أرض مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي يومياً، استعداداً لإنجاز دورة متميزة من فعاليات المعرض المقرر انطلاق الدورة 60 منه في أيلول المقبل. وحول الأعمال المنجزة، فقد تم تحويل الكهرباء المغذية لمدينة المعارض واستكمال الأعمال المتعلقة بالموارد المائية وتأمين باصات النقل الداخلي التي ستقل زوار المعرض، إضافة إلى حجز المساحات للمشاركين وتجهيز الأجنحة والفعاليات الثقافية والمعارض المرافقة. ولمنع تكرار ظاهرة الازدحام التي شهدها معرض دمشق الدولي في دورته الماضية ومعالجتها، تم إنجاز المراحل الأخيرة لمشروع السكة الحديدية التي تصل دمشق بمدينة المعارض، وتقديم دراسة متكاملة لإيصال القطار من دمشق في محطة القدم وحتى مدينة المعارض. إرادة قوية وعزيمة وإصرار على استمرار الحياة لدى السوريين يتجلى اليوم في عودة الألق لمعرض دمشق الدولي بالتزامن مع الأمان الذي حقق على يد الجيش العربي السوري.
مثل ما تابعنا بالتقرير، والأهم من أي شيء يمكن هو تجاوز المشكلة اللي مرينا فيها بالعام الماضي، هي مشكلة العجقة والازدحام والذهاب والإياب للمعرض. صار في سكة قطار اليوم رح توصل لكل الزوار، وهي طبعا يمكن طقوس جميلة، والشخص بيحس هيك من نوع من السيران يمكن رايح على المعرض. يعني هي على قدر ما كانت إشكالية في العام الماضي على قدر ما كانت فرحة. يعني عملية هذا الزحف والضغط، طوفان بشري لمعرض دمشق الدولي بدورته 59 هو شيء كان عبارة، هو يعني الدورة الماضية كانت بالأصل هي رسالة نصر تماما، فلما رسالة النصر بترافقها هذا العدد والحشد الكبير، مع الترويه انه نحن بالعام الماضي كان الغوطة الشرقية لسه غير منتهية يعني، ونحن بقطاعات كنا غير منتهية تماما، أما اليوم نحن دمشق وريفة خالية من الإرهاب تماما، فكان العدد اللي يعني كانت هذا إصرار السوريين تعودنا عليه بكل مكان دائما بيكون وبكل حدث، هو الصوت العالي اللي بيكون انه نحن موجودين، نبض الحياة بسوريا. نبض الحياة. اكيد. وهالسنه رح يكون في كمان زياده بعدد الحافلات اللي رح توصل للمعرض، رح يكون في زياده بعدد الحافلات، ورح يكون في عمليه تنظيم للرحلات ما بين دمشق ومدينه المعرض. يعني تنظيم استاذ محمد، ان كان بوسائل النقل حتى فعلا يكون المعرض حضاري بشكله العام خلينا نحكي. طبعاً. وايضا تقسيم الاجنحه، خلينا نحكي عليها، تقسيم الاجنحه كيف حيكون؟ قلت انه رح يكون في اجنحه بمساحات كبيره. طبعاً. فخلينا نحكي عن هي الميزه كمان هي السنه بالمعرض. هلا عمليه التنظيم اكيد كل ما حدا مسؤول عن موضوع النقل تم عملية التنظيم، ولح يكون في عملية تسهيل حتى لبطاقات الدخول، لح تكون بمراكز الانطلاق من مدينة دمشق حتى ما يصير ضغط هنيك حتى ما عرفنا، والسكة الحديدية هذا العام لح تكون كمان تخفف ضغط على وسائل النقل الثانية، عملية حتى الباركينج المرائب الموجودة تم تهيئة مرائب جديدة من قبل مؤسسة المعارض وتجهيزها. بالنسبة للقطاعات وتقسيم الهولات عم تكون نحن مثل ما حكينا في عنا الجناح الغذائي تمام، هو مؤلف عن هولين، جناح رئيسي للشركات الوطنية المعنية بصناعة الغذائية، بالإضافة للجناح المكشوف عم يكون هو جناح التذوق، بالإضافة عنا الجناح النسيجي، الهول النسيجي واللي هو بكافة الأصناف النسيجية والألبسة، بالإضافة لجناح خاص بالكيميائية، القطاعات الكيميائية والقطاعات الهندسية. حتى سمعنا أستاذ محمد أنه أغلب الوزارات أو كل الوزارات الحكومية السورية مشاركة بأجنحة إلى بالمعرض، تقريبا الكل مشارك. أي طبعا الكل مشارك على مساحة المعرض كاملة، والفعاليات لح تكون منتشرة على مساحة المعرض كاملة، وكل حدا في هذا العام عم يحاول يعطي أحسن ما عنده ليتميز بهي الدورة، وبعد ما شفنا النجاح اللي كان بالدورة الماضية فأكيد هذا العام رح يكون في شيء كتير متميز، وفي إضافات طبعا لهذا العام أنه رح يكون في عنا عم نبني بناء بيئة ريفية مثل الحارة الشامية اللي كانت، ولكن رح تكون تشمل أغلب المحافظات السورية بمكان واحد، وتم تجهيزها هلأ. أكيد نحن ناطرين كل شيء جديد لهالعام. لكن أستاذ محمد، يعني إذا بنرجع شوي للدورة الماضية والعام الماضي بمعرض دمشق الدولي ونتائج هالمعرض بالتبادلات التجارية، إن كانت محلية أو حتى يعني داخلية أو حتى خارجية، كيف كانت النتائج؟ هلا أكيد كان نتائج جيدة. المعرض الماضي الدورة 59 هو عبارة عن مثل ما حكينا رسالة نصر أسمرت عن انتصارات الجيش العربي السوري، وكانت دورة بعد انقطاع. هلأ كان في عنا ميزات الحكومة أعطتها لهذا المعرض، وهو الشحن المجاني لكافة العقود المبرمة داخل معرض دمشق الدولي، وكان هذا الكلام شجع كتير، بالإضافة أنه كان في عنا زوار من خارج سوريا تقريبا تعدينا 800 زائر، هذا العام عنا تقريبا 1200 وما فوق تجاوزوا من 30 دولة اللي حيكونوا زوار لمعرض دمشق الدولي، هن عم نحكي عن الزوار اللي هن للقطاعات الخاصة اللي جايين خصيصا لزيارة هاي الشركات. فالعام الماضي أعلننا نصر،
وهذا العام إعلان النصر الاقتصادي. يعني نحن اليوم هي الصناعات اللي موجودة اليوم على الأرض والعمليات التجارية بعد 8 سنوات حرب عم نثبت انه احنا بعدنا موجودين، بعدنا عم نصدر، بعدنا في عنا تجارنا وصناعينا، فهذه هي رسالة للعالم كله. استاذ محمد، كل سنه يعني المعرض بيقدم عروض جديده ان كان بالاسعار او ان كان بالمنتجات، او خلينا نحكي السيارات بهم كل المواطنين السوريين والشباب. خلينا نحكي هلا عن الاسعار المناسبه لكل جناح، هل في عروض اسعار؟ كيف تمت دراستها؟ وخلينا نحكي اذا راح حدا على المعرض فيجي بذكرى مثل ايام زمان، يعني هي هذا السؤال اللي بيسالوه. هلا بالنسبه للاسعار والحسومات، نحن نعرف أنه الأجنحة العرض هي أجنحة غير مخصصة للبيع كقطاعات. أسواق البيع هي أسواق منفصلة متخصصة للبيع، عم تكون طبعا بتشمل الحسومات. الحسومات اليوم ناتجة عن موضوع المنافسة. يعني اليوم لما بيكون عندي أكثر من شركة بيكون في عندي تنافس من ضمن القطاعات، فأكيد هذا كله مصالح المستهلك. واللي جاي اشتراك 10 ايام معرض دمشق الدولي فجاي يقدم احسن ما عنده. واليوم البيع دائما ما بيكون بس بهدف البيع، احيانا بيكون بهدف الترويج، احيانا بهدف الدعايه، فعمليه الحسم عم تكون هي لاستقطاب اكبر عدد من المستهلكين. فاكيد ان شاء الله وهذا العام رح يكون متميز. بالنسبه لموضوع الذكرى، اكيد لانه وزاره السياحه مشكوره الحرفيين والاعمال اليدويه، والإضافة إنه هذا العام رح يكون فيه مثل ما قلت لك البيئة تبع المحافظات السورية والبيئة الشامية، ورح نجمعهم بمكان واحد، فأكيد رح يكون في شيء كمان أعمال يدوية، أكيد رح ناخذ ذكرى. يعني دائما الأسواق الشعبية هي يلي بتلفت يمكن نظر كل الزوار. اليوم قديش في أسواق مثل ما ذكرت يمكن عم بيكون في منافسة وأسعار مخفضة، لكن قديش تم التركيز بمعرض دمشق الدولي كمان على نقاط البيع المباشر وعلى المراكز وعلى الأسواق الشعبية، بالإضافة طبعا للأفرع للمحافظات اللي بتكون مشاركة بهيك أسواق شعبية؟ هلا هو عملية البيع محصورة بأسواق البيع لحتى تكون هي متواجدة ضمن ثلاث أبنية بآخر المعرض. هي عم يكون فيها كل الاختصاصات، عم يكون في التركيز بمكان واحد لتكون السيطرة كاملة، وهيك الأسهل بالتأكيد. ايه هلا توزيع، في عنا توزيع نقاط داخل مدينة المعارض لأكثر من شركة، ونحن عم نتساعد مع مؤسسة المعارض كاتحاد غرف تجارة، وأنا المسؤول عن هذا الموضوع كتنظيم المسارات وتموضع الأكشاك والشركات داخل المدينة ليكونوا بشكل حلو. فأكيد رح يكون في كل شيء، رح يكون هو من مصلحة الزائر. كل شيء عم نحاول نقدمه هو لتسهيل عملية دخول الزائر، لخدمات الزائر، ليكون جولة الزائر. ركزين شوي على موضوع الدلالات هذا العام، ليكون التوزيع نعرف كيف بدنا نروح. هاي نقطة كتير مهمة، لأنه ما في حدا يمكن راح على المعرض السنة الماضية إلا ما شوي يمكن تاه عن المكان اللي رايح له أو المكان اللي بده يزوره. هذا العام إن شاء الله المؤسسة اللي عمل المعارض واتحادات عم نشتغل على دلالات داخل المدينة، عملية الأسهم وين بدنا نكون، الخدمات كلها تكون بتليق بالزائر بإذن الله. نعم. أستاذ محمد، هل في شعار بيحمله المعرض بدورته 60 هالعام؟ خلينا نحكي سوريا مقبلة على إعادة الأعمار. قدي معرض دمشق الدولي اليوم هو فرصة لفتح السوق السورية على كافة الشركات الأجنبية والعربية أيضا من خلال المعرض. هذا العام معرض دمشق الدولي بيحمل السلوغان وعزو الشرقي أوله دمشق، وهي رسالة وشيء واقع. دمشق اليوم هي أقدم عواصم العالم. بالنسبة ل شو السؤال كان؟ عن إعادة الإعمار وإعادة الإعمار. هلا إعادة الإعمار أكيد، هلا معرض دمشق الدولي هو أبو المعارض. يعني نحن بسوريا بنعتبره هو شيء رمزي وبنحتفل فيه كلياتنا بسوريا كعرس كبير كمعرض دمشق الدولي، والعالم بتنطره اللي هن أهل الاختصاص أو حتى الزوار العاديين كأسر. اليوم معرض دمشق الدولي بيشارك فيه كل الشركات السورية والغير سورية، فكل شيء بيعيد إعادة الأعمار. كان في معرض سابق قبل معرض دمشق الدولي، رح يكون في معارض لاحقة لإعادة الأعمار. الوتيرة للمعارض ابتدت ورح يكون في دائما مشاركات، وفي كل دورة رح تكون لمعرض دمشق الدولي أو المعارض الثانية رح يكون في عملية
توسعة. يعني اليوم إعادة الأعمار هو أمر واقع، الكل حيشارك فيه. الحقيقة اللي ما حيبادر من برا سوريا ليكون اليوم على الأرض ويقدم أحسن ما عنده فهو اللي حيكون برا هي الخارطة، لأنه اليوم هي عملية بالنتيجة عملية استثمارية، فالكل بده يدور على مكانه من الناحية الاقتصادية ليقدر يجيب المكان انه هو شارك بإعادة الأعمار. فأكيد من خلال معرض دمشق الدولي وما بعد معرض دمشق الدولي إعادة الأعمار مستمرة وسوريا حتكون أحسن مما كانت. بالتأكيد نحن نتمنى هذا الشيء. اليوم شو توقعات بالإقبال لهالدورة بمعرض دمشق الدولي؟ السوريين دائما بيفاجئوا، يعني مفاجآتهم دائما كبيرة، وبنتمنى مثل ما تفاجأنا العام الماضي نتفاجأ هذا العام وعلى أكثر. هي بالأخير رسالة، العام الماضي قلنا أنه نبض الحياة وأثبتنا على الأرض أنه فعلا السوري هو نبض الحياة. كنا بمدينة المعارض طريق المطار بالدورة 59، أعداد فاقت الآلاف، الناس تأخرت خاصة بالأيام الأولى لآخر الأوقات، كانت عم تعبر عن فرحة، عن نصرة، عن تأييد لهذا النصر. وهذا العام بإذن الله لح تكون بنفس الرسالة ولكن بطريقة منظمة، لح يكونوا مرتاحين أكثر، والأعداد أكيد مثل العام الماضي وأكثر. طبعا ما بننسى أنه دائما لحنا معرض دمشق الدولي بيرافقوا فعاليات ومهرجانات فنية ثقافية طبعا نعم. فهذا الكلام أكيد بشد الزوار وأكيد لح يتابعوا هذا الموضوع وناطرينه. أكيد يعني هاي هي نبض الحياة، هذا هو نبض الحياة بسوريا يلي ما توقف أبدا، ويوم عن يوم عم يزداد، والإرادة والتصميم بفضل أكيد الانتصارات اللي تحققت من الجيش العربي السوري. نحن نتمنى هالدورة هي تحقق النجاح ومزيد من النجاح والتألق، وشكرا لكل الجهود اللي عم تبذلوها. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لجهودكم. ودائما بنقول مسك الختام عز الشرق اوله دمشق، يعني ما في احلى الكلمات نختم فيها. شكرا لك وموفقين ان شاء الله بالمعرض. شكرا لكم.